مع إشراقة الشمس أو قبل بزوغها، يسعون بعزيمة وتوكل، يفتح أبواب الرزق، يتحدون الصعاب بإصرار ليخطوا حكايات الجد والتضحية. برنامج الرزق الحلال، في كل حلقة قصة من قصص الرزق الحلال. ناصر أبو محمد من عوامة كولو حل سنك براس العمود. هذا المشروع بلشت فيه تقريبا من سنتين ثلاثة، اللي هو وقت ما بلشت الكورونا. في الكورونا شوي كان المجال صعب شوي على الناس، والعالم طبعا صارت تفكر وتدور على بديل. فإحنا الحمد لله رب العالمين، هاي الصنعة عندنا موجودة من قبل، والصنعة هاي موجودة عند خالي، فعلمنا إياها بوقت الكورونا، والحمد لله رب العالمين بلشنا نشوف كيف تمشي الأمور معنا. وطبعا معروف عن خالي عوامته من العوامات المشهورة، الكل بيسوي عوامة، بس عوامتنا الحمد لله رب العالمين غير. هاي المهنة احنا اخترناها، انا اخترتها لاني حبيتها، وصدق واحد من الناس بحب اشوف الناس لما تاكل او بشوفها مبسوطة انا كمان بنبسط. رزقة، يعني الواحد بدور على رزقة اللي يدخل عليه، الحمد لله رب العالمين، يعني مش من هالمشاريع الكبيرة اللي الواحد بفكر انه، بس يعني كل واحد عنده طموح. يعني هاي المهنة اللي فيها تقريبا ثلاث سنين تقريبا من وقت الكورونا بلشت. طبعا اولها ما قدرناش نسوي اشي، صرت اروح عند خالي سألته اشي، وكانت فكرة انه نجرب، والحمد لله رب العالمين الامور مشت وشوي شوي بتتسهل. طبعا اجمالا انا بطلع بصلي العصير، وبعد ما أصلي العصير بقول يا الله، باجي على هالمحل منعجن العجين منجهز، وتقريبا عند الساعة 4:30 منبلش نشتغل. والله أول إشي الواحد اللي برضى بعيش، والحمد لله رب العالمين، يعني كن مع الله ولا تبالي. احنا مكونة، انا الاسرة عندي مكونة من اربع افراد، اربع اولاد ومتزوج، والحمد لله رب العالمين كمان اولادي يعني بيساعدوني. والله اشتغلت شغلات كثيرة، اشتغلت في اوتيلات، اشتغلت عدة شغلات. بقول لك يعني بس لحد الكورونا، ما بلشت الكورونا وصارت الشغلات شوي برا صعبة والامور صعبة، والواحد بصير يدور على دخل، ما بيقدر يضل قاعد يستنى. والحمد لله رب العالمين اتسهلت. زبايني راضيين،
والواحد معاملة، كيف بتعامل الناس بعملوك؟ والحمد لله رب العالمين أنا ما بعامل حدا لا سمح الله بتكبر، ولا عند الزباين ما واجهت معهم أي مشكلة. والله الوضع الكل عارف الوضع سيء، مش زي ما كنا قبل، يعني من يوم الكورونا لليوم الوضع اختلف كليا. والله لكل واحد في طموح عالية، يعني الواحد مزبوط، والبني آدم طماع، يعني قد ما يكون البني آدم بضل البني آدم طماع. الحمد لله مستورة، بس الواحد بيصير عنده طموح انه يوصل لإشي اكبر واكتر ووسع المشروع تبعه. وحاليا يعني في الامور الراهنة هيك انا مبسوط يعني، اما ان شاء الله باذن الله لقدام انه راح يصير اشي اكبر واشي احسن، هيك توقعاتي باذن الله. والله انا بوجه رسالة للشباب يتقدموا يمشوا في المشاريع اللي هم بدهم اياها، ما يخافوا كتير، يجربوا. اما اذا الواحد بده يضل يقول واستنى وجرب ما يجربش، ما بتقدم ولا بصير عنده. لازم الواحد يجرب عشان يوصل ويصير. مع إشراقة الشمس أو قبل بزوغها، يسعون بعزيمة وتوكل، يفتح أبواب الرزق، يتحدون الصعاب بإصرار، ليخطوا حكايات الجد والتضحية. برنامج الرزق الحلال، في كل حلقة قصة من قصص الرزق الحلال.